أي البخور؟ يقول أهل العلم إذا استنشقه تعمد استنشاق البخور فإنه يفطر لأنه له جرم، لكن إذا ما تعمد يعني استنشاقه بخر مثلا غترته أو ثوبه أو ما شابه ذلك فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر إلا إذا استنشقه. في ناس تستنشق البخور يعني يأتي البخور يستنشقه هكذا، فهذا الذي يفطر. أما إذا لم يستنشق البخور فإنه لا يفطر. قال أو الذباب، دخل الذباب في حلقه يعني بغير قصده،